منازل متهدمة وسيارات محترقة، هكذا بدت مدينة ماريوبول عقب الهجوم الروسي. سكان المدينة عادوا إلى بيوتهم ليجمعوا ما يمكن جمعه بعد أن تحولت المنطقة في جنوب أوكرانيا إلى ساحة معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية. فالنتينا سيدة سبعينية عاشت عمرها كله في المدينة، إلا أن محتويات منزلها الذي عاشت فيه مع زوجها وأبنائها أصبحت ركاماً، باستثناء آلتها للحياكة التي وجدتها سليمة. اختبأت فالنتينا في أحد الأقبية لأيام وليالي هرباً من الهجوم المتواصل والمعارك العنيفة. هذه السيدة ليست وحدها من تعاني، فكل سكان المدينة المتضررين جراء الحرب واجهوا المصير نفسه ويأبون العيش في مكان آخر. وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن قرابة 1200 مدني قتلوا حتى الآن، إضافة إلى إصابة نحو 1800 آخرين منذ أن بدأت روسيا هجومها. وتوقعت المنظمة الدولية أن تكون أعداد الإصابات الحقيقية أعلى بكثير، مع تأخر التقارير في بعض المناطق التي تشهد معارك محتدمة، في حين لا يزال العديد من التقارير بحاجة إلى تأكيد. صابرين عقاب، تي آر تي عربي.